كما افتتح المجلس الشعبي الوطني اليوم دورته البرلمانية العادية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وحضرها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وعدد من أعضاء الحكومة. إبراهيم بوغالي أكد في كلمته الافتتاحية أن الجزائر سيدة قرارها بفضل مؤسساتها الدستورية التي تقوم بدورها كاملا بكل سيادة وحرية، مشيدا بالإرادات الحسنة الرامية إلى رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية.